جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع وليد خالد من سوريا بعث يسأل ويقول: نرجو النصيحة فيما يحفظ ديني ويقربني إلى الله، ولا سيما وأني في سن الشباب المتقلب. نوصيك بتقوى الله سبحانه وتعالى وخشية الله والخوف منه سبحانه وتعالى والخوف من عقابه، مع رجاء ثوابه والتوبة إليه سبحانه وتعالى. وعليك أيضا بالمحافظة على الصلاة مع الجماعة، لأن من حافظ على الصلاة حافظ على بقية دينه. وأن الله جل وعلا يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يقول سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. المحافظة على الصلاة تعينك على المحافظة على دينك. نوصيك أيضا بالزواج إذا لم تكن قد تزوجت، فإنك تحرص على أن تتزوج، لأن هذا مما يعينك على حفظ عرضك وحفظ دينك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. نوصيك أيضا بمصاحبة الأخيار والابتعاد عن الأشرار، لأن مصاحبة الأخيار تفيدك محبة للخير ورغبة فيه وعملا للطاعة واقتداء بالأخيار، ومصاحبة الأشرار على النقيض من ذلك. قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الطيب بحامل المسك لا تفقد الفائدة منه، إما أن تشتري منه وإما أن يعطيك من المسك وإما أن تجد رائحة طيبة وقت جلوسك إليه. وشبه الجليس السيء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة وقت جلوسك عنده. نعم.